بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لخلق الإنسان حكما وغايات وبلغهم أعلى الدرجات، فلم يخلقهم عبثا ولهوا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة والسلام على خير الخلق المبعوث للمقصد الأسمى، مصداقا لقول باعثه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعندما لا تقف الأحكام عند ظاهر النصوص المنقولة، بل يتعدى الأمر إلى مراعاة معاني ومرامي تلك النصوص محفوفة بالحكمة، وأخذا بنظر الاعتبار الظرف الزماني والمكاني والمتغيرات الحاصلة على الواقع، فتلك هي المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة. سعادة الأستاذ المهندس مروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية المحترم، فضيلة الدكتور يحيى الطائي عضو الأمانة العليا لهيئة علماء المسلمين والناطق الرسمي باسمها المحترم، أصحاب المعالي والفضيلة الأساتذة والباحثين المشاركين والضيوف الكرام، الأخوة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ مؤتمرنا المشترك الأول بين هيئة علماء المسلمين في العراق والمنتدى العالمي للوسطية، الذي هو ثمرة اتفاق بين هاتين المؤسستين، حيث راعت معاني وغايات الشرع الحنيف، ساعين في ذلك إلى تحقيق مقاصده بما يساعد على النهوض بالأمة من واقع لا يتناسب مع ماضيها ولا يتفق مع مستقبلها. فكان عنوان مؤتمرنا الرؤية المقاصدية وأثرها في نهضة الأمة، المنعقد في اسطنبول في 18 من شوال عام 1439 للهجرة. أيها الحضور، خير ما نفتتح به مؤتمرنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الدكتور باسل الناصري عضو هيئة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن
كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. شكرا للدكتور باسل الناصري. إذا ما تكلم عالم ثابت الخطى عن الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغراء وأثبتتها الأحكام الشرعية وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان فهو يتكلم عن مقاصد الشريعة. لذلك جاء مؤتمرنا ليفتح الباب أمام الباحثين لينثروا لآلئ الشريعة الإسلامية وليناقشوا قضايا هذه الأمة، فنظم على 4 محاور: محور للتعريف والمفهوم، وآخر للمقاصد والعلوم الشرعية، وثالث عني بالمقاصد وقضايا الأمة المعاصرة، ليختم برابع لأعلام المقاصد. وضم بفضل الله تعالى مجموعة من الأساتذة والمتخصصين الأفاضل جامعا بين بلدان هذه الأمة من تونس والمغرب والجزائر وليبيا والأردن والعراق ومصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين، ليعانق باحثو تلك البلاد عبق تأريخنا على أرض تركيا ومع مشاركة باحثين وأساتذة منهم. والآن أيها الحضور، مع كلمة الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية سعادة الأستاذ المهندس مروان الفاعوري، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من مقتضى ربوبيته وفضله العميم أن أرسل محمداً المصطفى رحمة للعالمين، وجعل هذه الرحمة الشاملة مقصد الإسلام الأسمى وغايته الأسنى والمثلى ومنهجه الأثير، ثم الصلاة أزكاها وأجملها، والسلام أعبقه على المبعوث لتحقيق هذه الرحمة في الأنام سيدنا محمد الأمين وآل بيته الأكرمين وصحبه الميامين. وبعد، فأتقدم بالتهنئة باسمي واسم إخواني في المنتدى العالمي للوسطية وهيئة علماء المسلمين في العراق
والعلماء الأجلاء المشاركين في هذا الملتقى إلى فخامة الرئيس رجب الطيب أردوغان وإلى الشعب التركي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعلى النجاح المؤزر الذي تحقق. وشرف كبير أن تعقد هذه الندوة وهذا الملتقى في رحاب إسطنبول حاضرة العلم والعلماء ألق الحضارة، حيث يتعاون المنتدى العالمي للوسطية مع هيئة علماء المسلمين في العراق. واسمحوا لي أن أرحب بكم في هذا الملتقى أجمل ترحيب، وأن أشكر باسمكم جميعاً الحكومة التركية التي سمحت لنا بإجراء هذه الندوة العلمية المتخصصة في ربوع إسطنبول، كما أشكر ممثل حزب العدالة والتنمية سعادة الدكتور ياسين أقطاي على تكرمه وحضوره معنا، ومعالي الأستاذ محمد كرماز رئيس الشؤون الدينية والعالم الكبير الذي نجل ونسعد ونشرف بحضوره ومشاركته معنا في هذا الملتقى. أيها الإخوة المنتدون، السادة والسيدات الحضور، لقد حفل القرآن الكريم بالعشرات من الآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والبحث والتأمل، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، ووجهنا إلى ضرورة قراءة النص قراءة غير تقليدية تناسب الواقع وتؤكد على انتفاع الناس بالنص وبروحه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذا فإن فقه المقاصد هو الباب المشرع والطريق اللاحب الواسع لدرك عظمة هذا الدين العظيم ووفائه بحاجات المجتمعات الإنسانية مادية كانت أو روحية، وهو الأدنى مقترباً إلى بيان ما يملك هذا الدين العظيم من رؤى يمكن أن يقدمها ومن خير يمكن أن يقدمه إلى خلق الله، من مقومات الحياة الكريمة ومن أسباب النهوض بمهمة الاستخلاف. في الأرض ومن الشروط الموضوعية لرفع قواعد العمران، ولا بتناء حضارة قويمة تكرم الإنسان، بل لعل من أبرز مظاهر عالمية وجمال الإسلام أن جعل الله معظم نصوص الشريعة ظنية في دلالاتها، ليبقى باب التحليل والاجتهاد والبحث عن المقاصد مفتوحاً على أوسع أبوابه، ليستنبط علماء الأمة من الأحكام ما يتلائم مع بيئاتها الاجتماعية وثقافاتها وأنماط حياتها زماناً ومكاناً. إذ أن الإسلام لم يلزم الأمة بنظام سياسي محدد، وإنما وضع مجموعة من القيم والمبادئ والضوابط والمعايير التي توجه الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ذلك أن دين الله دين يسر يخلو من العنة والحرج، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأي محاولة تهدف إلى الوقوف على حرفية النص إنما هي تهدف إلى التضييق على الناس، وهي تعبير قاتل للتألي على الله عز وجل. أيها الإخوة الحضور، لقد كان من أولى مهمات هذا المنتدى أن يجلي للعقول والبصائر حقائق هذا الدين، وأن يبين إحاطة تعاليمه بمصالح البشر في دنياهم التي يضطربون فيها وفي أخراهم ومعادهم، وأن يبحث ويشتغل في من شغل عنه الآخرون من المباحث والقضايا والعلوم التي تعد من واجبات الساعة والزمان والمكان. وإن في الرؤية المقاصدية التي ينعقد ملتقاكم العتيد هذا لبيانها لما يؤكد هذه الإحاطة الرحيمة بأسباب الخير والفلاح في كلا الدارين، وإنما نطمح إليه ونرجو الله تحقيق المقصد منه أن يتكلل هذا العمل بالنجاح، وأن يكون لبنة أخرى
في البنيان المعرفي والأخلاقي الذي نسعى لإقامته محتسبين ونأدب في تعزيزه مجتهدين. فلقد انكفأ الغلاة طويلا على الوقوف على حرفية النص. نؤكد اعتزازنا بكم جميعا وباصطفافكم النوراني الجميل هذا وتداعيكم المبارك الحميم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ المهندس مروان الفاعوري على هذه الكلمات وعلى جهوده المباركة. أيها الأحباب، إن من أبرز ما يجلي علم المقاصد ويوضح مفهومها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن التوبة أو عن توبة القاتل فقال لا توبة له، بينما سأله آخر فقال له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه. كلمة فضيلة الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشريك في تنظيم ورعاية هذا المؤتمر مع المنتدى العالمي للوسطية تؤجل ليوم غد، وذلك بسبب تأخير تأشيرة الدخول، ونسأل الله له السلامة في الوصول. الآن كلمة الضيوف يلقيها سعادة الأستاذ الدكتور محمد قرماز رئيس الشؤون الدينية السابق في تركيا، وله ترحيب وتقدير خاص لمشاركته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. كتحية صباحية بداية اسمحوا لي أن أقدم تحياتي الخالصة وأقدم شكري وتقديري لمنظمي هذا المؤتمر، للمحاضرين وحاضرين ومحضرين، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر لي المؤسستين الكريمتين، المنتدى العالمي للوسطية ولأمينه العام دولة الأستاذ المهندس مروان الفاعوري من الأردن الشقيقة، وهيئة علماء المسلمين في العراق وأمينه العام للدكتور مثنى حارث الضاري، ولكل من علماء الأجلاء الفضلاء، أهلا بكم جميعا في بيتكم وفي بلدكم ومدينتكم إسطنبول. وأشكركم لاختيار إسطنبول لهذه الاجتماعات العلمية والندوات الفكرية، وهذا شرف لنا. هذا من حسن حظنا كأهل تركيا وأهل إسطنبول، ولكن سامحونا عن التقصير، لأنه لا يليق بنا أن ننعقد مثل هذه المؤتمرات في غرف فندقية بدلا من صالات جامعية أمام حشد كبير من العلماء والمفكرين والباحثين والطلبة. سامحونا عن التقصير. بالأمس توفي في إسطنبول عالم كبير، عالم عالمي لا نظير له في مجاله. وإخواننا العرب منذ سنين طول السنين كانوا يظنون أنه من المستشرقين، ألا وهو أستاذ فؤاد سزجين
هو أبوه كان من علماء الأكراد، كان مفتي بتلس، وهو من أهل تركيا، ولكن هجر إلى ألمانيا في بداية الستينات وبقي هناك، صاحب تاريخ التراث العربي، صاحب مصادر البخاري، صاحب مؤلفات خالدة. في الحقيقة أذكره بالرحمة في افتتاح هذه الكلمة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده إلى غفرانه وأسكنه إلى فسيح جنانه، وأرجو منكم أن تقرأوا لروحه الفاتحة. أيها العلماء الأجلاء، الإخوة والأخوات، عنوان هذا المؤتمر الرؤية المقاصدية وأثرها في نهضة الأمة مهم جداً لوحدة الأمة ولنهضة الأمة، لكي نخرج من الانزلاقات الفكرية. نحن نحتاج إلى علم كأمة، نحن نحتاج إلى علم، ولا معنى للعلم بدون منهج. ومنهج مقاصدي ورؤية مقاصدية، رؤية شاملة لها دور في بناء العقلانية الإسلامية، لها دور في بناء الحضارة الإسلامية على العموم. نحن كأمة مسلمة نحتاج إلى هذه الرؤية الشاملة لكي نتجنب من الانزلاقات الفكرية والعملية، من الغلو والتطرف باسم الغيرة على الدين، ومن التمويع الميوعة والتسيب باسم الحداثة أو عقلانية مزعومتين. نحن نحتاج إلى تكوين ملكة مقاصدية تنظر إلى الشريعة في كليتها، وتمكن من التمييز بين الثوابت والمتغيرات، وترد الجزئيات إلى الكليات. من سمات رؤية مقاصدية صياغة الكليات وعدم الوقوف عند الفروع والجزئيات كما نفعل كثيراً في يومنا هذا، والتأكيد على الموضوعية والعلمية في النظرة إلى الأحداث والأشياء، وصياغة الكليات لضبط حركة العقل واجتهاده في فهم الوحي وتطبيقه على الواقع، هو نفسه وضع المنهج لحركة الفكر والحضارة، وبهذه نهضة لنهضة الأمة. لا أريد أن أطيل عليكم ولي الكلمة في المحور الأولى، وأود أن أختم كلمتي بإشارة إلى مشروع أنتم كلكم تعرفون. علينا أن نركز على مشروع، في اعتقادي مشروع الأستاذ فيلسوف المغربي طه عبد الرحمن تحت عنوان تخليق المقاصد، وعلينا أن نركز على الأخلاق، لأن الأخلاق عقل الأحكام، كما قاله أن الأخلاق عقل الأحكام. وهو يقول: نحن ركزنا على علمانية ينفصل الدين عن الدولة، ولكن نسينا العلمانية التي ينفصل الدين عن الأخلاق.
انفصال الدين عن الأخلاق الانفصال عن نفسه. وأختم كلمتي بكلمات القيمة من ابن القيم رحمه الله، ويقول: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت بالتأويل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمد قرماز على هذه الكلمات وعلى هذه المشاعر التي تنم عن أصالة المنبت والمنبع والوطن والفكر والعطاء والإدراك، وما يقوله مقدر، بل هذا تاريخنا عجبا، ألسنا أهل مجد تالد، وكانت سيادتنا ملاذ السيد، ولنا شعار الحرب ننشده معا الله أكبر فوق كيد المعتدي. الآن كلمة الأستاذ ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركية، مع الترحيب الخاص به والتقدير لمشاركته، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأساتذة الكرام من كل أقطار الأمة، لا سيما أستاذ دكتور مروان الفعوري، الرئيس هذه المبادرة الجميلة والخيرية، وأعتقد فيها خير كثير في هذه البحث عن الوسطية، عن المستوى، عن الحركة الوسطية، ولكل من يساهم من أقطار الأمة كلها في هذه المبادرة وفي هذه الجلسة. أشكركم وأرحبكم. في الحقيقة أنا ما كنت أتوقع أن ألقي كلمة، إلا الآن بعد ما طلبوا مني، لا ما علي أن أبخل وأقول لكم أهلا وسهلا في هذا المكان الطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا البحث عن المقاصد أو الموضوع المقاصد الشرعية ومقاصد الشريعة هو بحث مهم وله أبعاد كثير، ليس طبعا هذا تأتي من حاجة الأمة للبحث وللاشتياق وللبحوث عن النهضة الأمة، لأن نطلب النهضة الأمة، لا أحد هو سعيد عن حالة الأمة الحالية، لأن كلنا نحن في شكوى من حالتنا، وكلنا نحن في نوع من النوم، ونريد أن نتيقظ، أن نيقظ من هذه الحالة، ونريد أن نقيم نهضة، إقامة النهضة في أمتنا. هذا للأسف منذ زمن طويل هي تحت إما الأوطان، أوطان الأمة هم تحت احتلال أو تحت سيطرة أو تحت قيادات الذين لا يمثلوا الأمة ولا يمثلوا شعوبهم، وربما أحيانا عندما نتفكر عن أسباب هذه، أول نركز على مفهومنا أو فهمنا الإسلام، فهمنا الشريعة بأنها هي خاطئة، لأن لا نفهمها بصحيحة، لأن نعتقد كما ونؤمن كما أكثر من ما نعتقد، نؤمن بأن لو كنا مسلمين لنكون أقوى ولنكون أعلى، لأن الله عز وجل وعدنا: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون.
كنتم مؤمنين. ولهذا يعني هذه هي الحقيقة، أول الحقيقة الأولى، بأننا لا نفهمها بالإصابة إلا بالخطأ. ولهذا هذا هو أول السبب. عندما كان في القرن 19 المستشرقين كانوا يتفكروا وكانوا يسألوا لماذا تراجعت الإسلام، لماذا تراجعت أمة الإسلام، لأنهم كان دينهم السبب الأولى الذي كان يراجعهم وكان يعني يخليهم راجعون. ولكن لماذا نهضت أوروبا؟ بأنهم دينهم كان كانوا يركزوا على بسبب الأولى على الدين. الإسلام كان الذي السبب تراجع الأمة، والمسيحية كانت السبب تقدم أوروبا. ولكن الإسلاميون في تلك الوقت ردوا على هذا، لا، قالوا لو نركز على العقائد المسيحية والدين المسيحي فيه كثير من البدعات والخرافات والأساطير، ولكن عندما نرى الإسلام لا نجد إلا العقل والركز على العلم والتقدم والتغيير والنشاط، كل شيء، كل القيم الإيجابية موجودة في الإسلام وفي القرآن، ولكن المسلمين في حالة تراجعية. لماذا؟ لأن الإسلام المسلمون لا يفهموا الإسلام، لا يقرأوا القرآن بإصابة، ولكن المسيحيون، ولهذا المسلمون راجعوا بأنهم تركوا الإسلام وتركوا القرآن، والمسيحيون تقدموا بأنهم تركوا المسيحية ويعني ابتعدوا عن المسيحية، وقالوا هذا كان التحليل المركزي في هذا لتفهيم أو لتحليل هذا الحال. وطبعا ما مضى ما فات فات، الآن نحن في حالة جديدة الحمد لله، ونحن لسنا في حالة سيئة الحمد لله. المسلمين الآن بدأوا هم في عرفة النهضة، لولا في وجه أو في ضمن النهضة، نحن إن شاء الله في حالة لها إيجابيات كثيرة. وفي من يطلب أحيانا يطلب من المسلمون أن يغيروا أديانهم، لأنهم أديانهم لا يوافق الواقع، لا يوافق الحداثة، لا يوافق القيم العالمية وكذا وكذا. كما قال كما قبل قليل في فرنسا، كان الصحفيون أو بعض المراكز بدأوا يتحدثوا عن الإسلام في بعض النصوص في الإسلام لابد أن يتغير لأن يوافق قيم الأوروبا. عندما نتحدث عن ودعوني يعني أذكركم في الثمانينات والتسعينات، هذا النقاش في تركيا كان لها دور كبير، لا سيما في بين علماء الكلية الإلهيات والمثقفين المسلمين في تركيا، كانوا يبحثوا ويتحدثوا عن هذه المسألة، هذه القضية، المقاصد، أو بطريقة أو بلسان آخر. على سبيل المثال كانوا يتحدثوا عن تاريخية الإسلام أو تاريخية القرآن، أو كانوا يتحدثوا عن الحداثة، قضية الحداثة وتأثيرها على فكرة المسلمين أو على الاجتهاد. هل الاجتهاد باب الاجتهاد هل هو مغلق، أو هو من يستطيع أن يغلق، أن يعلن إغلاق باب الاجتهاد، أو هل ماذا لو هذا ماذا كيف نواجه مشاكلنا؟ طبعا كل هذا النقاش كانوا يجروا في مكان، في ساحة حرة الحمد لله، يعني الناس كانوا يتفكروا. والإسلام هو الله عز وجل هو حافظ على دينه، يعني لابد أو أن نكون في من كان عندما يسمع أي كلام جديد يقول لأنه يعني يحرف الكتاب ويدمر الإسلام ولكن أنا موقفي دائما في هذا النقاش كان أقول كونوا مرتاحين، الحمد لله الله عز وجل هو حافظ على دينه، ولكن ما نحتاج هو النقاش الحر، الحوار الحر، أن نناقش كل شيء، يعني لا بد أن نناقش كل شيء. طبعا لا بد أن يكون لنا حساسيات طبعا، ولكن هذه الحساسيات لا بد أن لا تمنعنا من أن نقول ما يجب أن نقول.
ما نقول كل ما يجب أن نقول حرا بدون أي ضغط على بعضنا بعض. الأفكار لابد أن يكونوا حرا، ولكن الحساسية عندي على سبيل المثال في تلك الأوقات أنزاق في التسعينات، أنا كنت أقول يعني لابد أن نكون حساسين. من يطلب منا أن نغير الكتاب؟ هل في من يريد أن نغير أو نحرف كتابنا بأنهم لا يرضوا على ديننا ويضغطوا علينا بشكل ما، بشكل الضغط الأيديولوجي؟ الضغط الأيديولوجي وأكثر من هو أحيانا يعمل دور أكبر من الضغط السياسي أو من الضغط المباشر. ولكن ولهذا في من يطلب من ديننا، ونحن نبدأ نستحي من ديننا من بعد قيامنا، ونبدأ نحرف الكتاب. طبعا في نحن نؤمن بالله ونؤمن كما قال وصدق الله العظيم إذا قال لنا الله عز وجل لا يريد منا العسرة ولكن يريد اليسرى. ولكن هذا طلب اليسرى لابد أن لا يكون نترك كل ما يطلب من عندنا. طبعا في صعوبة في تطبيق الإسلام، لابد أن يكون في العبادات دائما في شوية صعوبة، في ولا بد أن لا نتجنب من أن نطلب الصعوبات. هذا لا يعني طبعا أن لا نبحث ولا نتفكر. دائما لا بد أن نركز على كما قال أستاذ محمد قرماز، الأخلاق هو شيء عندما نقارب النصوص، النصوص الدينية، الأخلاق هو من أهم الشيء. أن نكون مخلصين، أن نكون مخلصين ونفهم أنفسنا، لأن في هناك نص، في هنا واقعة، لا يمكن أن نجمع هذه الواقعة والنص بدون تأويل. الإنسان هو معلول بتأويليته، لأن الإنسان هو دائما معلول ومشتوت بتأويليته. ونحن لابد أن نفهم دائما، نفهم ونكون واعيين على تلك الحقيقة، الحقيقة التي هي من بشريتنا، هي من حقيقة بشريتنا. وقال طبعا من الله علينا إذ قال لنا سبحان الله، نستعوذ بالله، هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني هذا عندما يقول يزكيهم، أو قبل ما يتلو عليهم الكتاب أو يعلمهم الكتاب، وبعد ما يعلمهم الكتاب أو مع ما يعلمهم الكتاب يعلمهم الحكمة. لا تعليم الحكمة، لا تعليم الكتاب بدون الحكمة، ولا قراءة تلاوة الآيات بدون التزكية. نحن لا بد أن لا نهمل التزكية، لأن التزكية هي أحيانا أهم من قراءة الكتاب. أحيانا من يقرأ الكتاب بدون تزكية ربما هذا الكتاب يعني يكون لنا فتنة أحيانا. ولهذا أقول هذا طبعا، وأريد أن أشير إلى النقاش القريب في تركيا عندما رئيس رجب طيب أردوغان أشار إلى حاجة التجديد في بعض الأفكار وفي بعض المقاصد. هذا كان يقصد المقاصد، لأن ترك المقاصد، ترك فكر المقاصد أحيانا يعني يودينا إلى حالة سيئة، إلى حالة عدم الحكمة. وعدم الحكمة هي عدم الحكمة فيما أراد الله بها طبعا. وأقول هذا وأقول لكم تكرارا ومرارا وتكرارا، أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ ياسين أخطائي على هذه الكلمات الرائعة، وهذا الشعور الطيب. أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، فليعلم الكفار أني ها هنا، لن أنحني، لن أنثني، لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلم؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما.
أنا في الخليقة ري من يشكو الظما إذا دعا الداعي أنا حامي الحما أنا مصحف يمشي وإسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سخرا ولمن أنا للذي خلق الورى ما لي سوى نفس تعز على الشرى قد بعتها لله والله اشترى. إلى هنا أيها الحضور الكريم، أزف الوقت وانتهى حفل افتتاح مؤتمرنا المبارك هذا بهذه الوجوه النيرة وهؤلاء الضيوف الكرام، ونسأل الله تعالى أن يبارك في من دعم وساند وشجع وفي من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر ولمن رعاه من المنتدى العالمي للوسطية ولهيئة علماء المسلمين في العراق. ونشكر كل من تجشم عناء السفر ليثري المؤتمر بمشاركاته ومداخلاته. وأدعو الآن أيها الأحباب معالي الشيخ عبد الرحيم العكور وزير الأوقاف الأردني الأسبق ليعقد أولى جلسات هذا المؤتمر، فليتفضل إلى المنصة مشكورا، وأنا أغادر منصتي بسلام الله عليكم ورحماته وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة الحضور، العلماء الأجلاء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تقديم الشكر للجهات المشرفة على هذا اللقاء، ليس جديدا أيها الإخوة أن نؤكد أن شريعتنا الإسلامية هي من أعظم الشرائع وأقومها، ولذا لا بد أن يكون لهذه الشريعة مقاصدها التي تسعى إلى تحقيقها. ونوجز القول في هذا الميدان فنقول إن لشريعتنا مقاصد، أهمها مقاصد الخالق من الخلق، وتنحصر في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية الخالصة لا شريك له، تحقيقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمقصد الثاني مقاصد الشارع سبحانه وتعالى من التشريع نفسه، ونعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام الشرعية. وبهذا تكون الشريعة الإسلامية أيها الإخوة مستهدفة تحقيق مقصد عام، وهو إسعاد الإنسان فردا كان أو جماعة، وحفظ النظام العام حتى تصير الدنيا مزرعة الآخرة فيحظى الإنسان بسعادة الدارين. ولذلك كانت ولا زالت شريعة الإسلام هداية ورحمة، عدلا وإحسانا، تقوم على الرشد واليسر ورفع الحرج. ومن أجل الوصول إلى هذا المقصد العام جاءت الشريعة بجملة من المبادئ الهامة، مثل رفع الحرج ودفع الضرر ووجوب العدل والتشاور والاعتصام بحبل الله ورعاية الحقوق وأداء الأمانات والتزام الصدق والوفاء بالعهود. وإن المتتبع لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من آيات الأحكام خاصة يجدها كلها ترمي إلى تحقيق مقاصد الشرع ومقاصد الشارع سبحانه وتعالى من تلك الأحكام، كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله عن هذه الآية:
أنها أجمع آية في كتاب الله للخير والنهي عن الشر، ولو لم يكن فيه غير هذه الآية لكفت، فكيف وهناك آيات أخرى تتصل بهذا المعنى كقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو وقفنا عند حديث واحد من أحاديثه عليه السلام في هذا الموضوع من المقاصد، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق أهون وأبسط خدمة للمصالح العامة. بهذا ندرك أيها الإخوة أن مقاصد الشريعة محصورة بين المصالح الكبيرة الكلية والصغيرة على حد سواء، مثل قوله عليه السلام: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. في هذا الحديث يجعل رسولنا عليه الصلاة والسلام مناط قرب الإنسان من الله وحبه له هو مدى تقديمه النفع لعياله والخدمة لعباده برعاية مصالحهم وتوفير السعادة لهم. فالفضيلة في نظر الإسلام إذن هي بسبب ما تثمر من نفع للناس في معاشهم ومعادهم، والرذيلة رذيلة بسبب ما تترك من آثار الفساد فيما بينهم. أيها الإخوة، أرحب بالعلماء الأجل والأساتذة الفضلاء عن يميني وعن يساري. نبدأ بتعريف المتحدث الأول في الورقة الأولى، الأستاذ نور الدين الخادمي، يتكلم عن مفهوم وتعريف مقاصد الشريعة وبيان أهميتها. والأستاذ نور الدين يحمل الدكتوراه في العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة، تخصص أصول الفقه ومقاصده الشرعية. يعمل حاليا رئيس لجنة الدكتوراه بجامعة الزيتونة، وأيضا هو عضو برابطة العالم الإسلامي، له كثير من البحوث، فليتفضل مشكورا. قبل البداية كسبا للوقت، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أحييكم جميعا بتحية طيبة مباركة في مدينة جميلة وفي مناسبة رائعة وبحضور موفق مبارك من العلماء والمفكرين والوزراء والباحثين والطلبة والدارسين. أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكري الخاص لهذه الفعالية وهذا المؤتمر الدولي الأول بجناحيه، بجناح المنتدى العالمي للوسطية وهيئة علماء المسلمين في العراق، للأستاذ مروان الفاعوري وللأستاذ مثنى حارث الضاري ولكل الإخوة والأخوات الذين ينتسبون إلى هذين المعلمين. وكذلك شكري للسيد الوزير الدكتور محمد قرماز، صديقي في الوزارة وصديقنا جميعا في العلم والفكر، وأيضا سعادة الوزير رئيس هذه الجلسة الذي جمع بين رئاسة علمية ووزارة سابقة. نسأل الله للجميع الخير والتوفيق، وزميلي وحبيبي وصديقي أستاذ سيف عفتاح، وكلكم أحبابي وإخواني بارك الله فيكم، وأخواتي الفاضلات. مداخلتي هي في أربعة محاور نتابع معا هذا العرض. هذه المحاور الأربعة
هذه المحاور الأربعة هي تحت عنوان، طبعا هذا العنوان هو عنوان اصطلاحي فني وعلمي، وعليه النقد والملاحقة والمؤاخذة، ولكنه عنوان يعبر بحسب رغبتي وفكرتي وتطلعي إلى هذا بموافقتكم ومناقشتكم، يصطلح على هذا العنوان المقاصد من الإنزال إلى التنزيل. الإنزال ما تعلق بوضع الوحي، والتنزيل ما تعلق بوضع تفعيل الوحي في الواقع، وهذا له ارتباط بما ذكره العلماء المحققون عندما فرقوا بين الإنزال والتنزيل منسوبا إلى القرآن الكريم، حيث ذكروا الإنزال بمعنى أنه إنزال كلي من الأعلى إلى الأدنى جملة واحدة، وذكروا التنزيل على أنه تدرج وتمهل في نزول القرآن بحسب الحوادث والمناسبات خلال 23 سنة كما تقرر ذلك في علوم القرآن. المهم أن الإنزال والتنزيل يتعلقان بالنزول، فيهما تداخل بين النظر والعمل، بين الجملة الواحدة وبين التدرج في ذلك. المقاصد باعتبارها معنى قرآنيا يتعلق بالإنزال والنزول والتنزيل لها حظ عظيم من هذا النظر المفهوم المستقر في الأذهان، وما يترتب عليه من التنزيل والتطبيق والإعمال والمراجعة والتطوير والتلبيس بالواقع ومشكلات واقعات وما إلى ذلك. هذه الدوائر أو المحاور الأربعة في هذا، المحور الأول تدرج المفهوم، والمحور الثاني دوائر التوصيل، والمحور الثالث مربعات التقصيد، والمحور الرابع اختبار النموذج. نمر إلى المحور الأول تدرج المفهوم. لنا خمس درجات مثلت مفهوم المقاصد في الذهنية الإسلامية وفي المعرفة الشرعية وفي الإجمال فيما يتعلق بحصول المقاصد في الأذهان وفي المدونات وفي المناهج وغير ذلك مما مثل ثراء كبيرا عبرت عنه بهذا التدرج، انطلاقا من الدرجة الأولى التي كانت تفهم المقاصد على أنها الحكم الجزئية والأسرار الفرعية المتعلقة بجزئيات الشريعة في أحكامها في نصوصها في مواقفها في مقارباتها إلى آخره. الدرجة الأولى درجة جزئية هي البناء الأول للمقاصد، فكانوا يعبرون عنها بالحكمة الجزئية وبالمصلحة الجزئية، وقبل ذلك التعبير بالعلة. ولا أستطيع أن أبين الفرق أو الفروق القائمة بين العلة والحكمة لأن هذا يحتاج وقتا عظيما، ونحن في مداخلة سريعة وملزمة برئاسة مباركة ولكنها مؤقتة، إن شاء الله ستؤول بعد ذلك لانتهاء الرئاسة، وكل الرئاسات الآن تعرف أوضاعها. المرتبة أو الدرجة الثانية ارتقت المصالح أو المقاصد إلى الكليات الخمس، وهذا مفهوم للمقاصد يلتفت إلى ما هو كلي فيه ضمن ما ذكره العلماء في الخمس كليات المشتهرة وما لحقها من الاستدراك والتعليق والنقد والتطوير بين زيادة وتنقيص بناء على منهج لا يمكن بيانه في هذه اللحظات الوجيزة. هذه الكليات الخمس معروفة وهي تنح منح الكلية وليس منح الجزئي. في هذه الكليات الخمس هناك الضروري والحاج والتحسين، وهو مستوى آخر من مستوى مفهوم المقاصد، حيث فهمت المقاصد عند العلماء بأنها ضروريات لا بد منها ولا يمكن للعيش أن يقوم بعدمها أو بخلافها، وحاجي هو في معنى الضروري ولكن الحياة لا تتعطل بفقدانه وإنما تكون حياة بحرج شديد ومشقة بالغة. أما التحسيني فمرتبة ثالثة هو الكمال والجمال والتتميم والتكميل للضروري والحاج وفق أيضا ما تقرر علما ونظرا لدى العلماء. الدرجة الثالثة وهي المقاصد الشاملة
للجزئيات والكليات، للعلل والحكم الجزئية والمصالح الخمس الكلية، وينضاف إلى ذلك أمور أخرى تتعلق بالمقاصد العالية أو بالأجناس العالية للمقاصد، كمثلا جنس اليسر وجنس الرحمة وجنس الرفق وجنس حفظ المعمورة وحفظ الوجود وتحقيق السعادة الأخروية بعناوينها وبمفرداتها. وهذه الدرجة الثالثة تحتوي على العليا والكلية والجزئية والعامة والخاصة. المقاصد العامة والخاصة مستوى آخر من مفهوم المقاصد بناء على أمر ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو أن المقاصد العامة هي التي تتعلق بالشريعة كلها، والمصالح الخاصة هي التي تتعلق بأنواع من هذه الشريعة. فالعبادات لها مقاصدها، والأموال لها مقاصدها، والأسرة لها مقاصدها. وهذا يقبل التفريع بناء على ملاحظة الواقع في اتجاه مقاصد خاصة أخرى تتعلق بأنواعها وأقسامها، كمقاصد الفنون مثلا، ومقاصد السياسة مثلا، ومقاصد المالية، ومقاصد العلاقات الدولية. هذه أنواع من الشريعة ومن الأحكام ومن الوقائع والنظم، تقبل هذا التقصيد على مستوى التخصيص النوعي وليس التخصيص الجزئي كما كان أمرا مشتهرا في بداية المقاصد على مستوى الحكم الجزئية. أما الدرجة الخامسة هي الوسائل والمآلات وتحقيق المناطات. هذا أمر مقاصدي معروف، حيث ذكر الإمام الشاطبي مثلا، ذكر بأن اعتبار المآلات معتبر مقصود شرعا، والمآلات هي منتهيات الأفعال وأيضا منتهيات الأحكام. والاعتناء بالمآلات والمنتهيات، سواء ما تعلق بمنتهيات الأفعال، أفعال البشر والسياسات الحكومية والتصرفات الهيئات الأخيرة، أم كانت هذه المنتهيات هي مآلات الأحكام، لأن الأحكام بمقاصدها والأفعال بمآلاتها. والأصل أن نلتفت إلى الجمع بين مآلات الأفعال ومنتهيات الأحكام، من جهة أن تراعي منتهيات أفعال البشر مقاصد أحكام الشرع. وهذا المستوى أولا يهتم بالمنتهيات، ويهتم ثانيا بتحقيق التناسب والتلاؤم بين أفعال في منتهياتها وأحكام في مصالحها، من جهة التنسيب بين هذه الأفعال في منتهياتها والمقاصد والأحكام في مصالحها. وهذا ضرب عال جدا من الوعي بالمقاصد الشرعية على المستوى الاستشرافي المستقبلي، جمعا بين أفعال إنسانية محكومة بمصالح للأحكام وفق مراد الله سبحانه ومنهج ذلك نظرا وعملا وقواعد واجتهادا كما هو مقرر عند الأصوليين والمجتهدين والمقاصديين. أما المستوى الأرقى لهذا كله، وهو المستوى الذي أشار إليه الإمام الشاطبي، بأن المقاصد ينبغي أن تفهم على أمر أعلى يؤطر كل الذي ذكر وفق هذا التدرج. هذا المعنى الأعلى هو العبودية والمصلحة والقصد والعمل والإرادة وطرد الهوى. العبودية هو أن يكون الناس لربهم عبيدا بالاختيار كما هم عبيد إليه بالاضطرار. والمعنى الثاني في هذا الجنس الأعلى المصلحة، مصلحة المخلوق إنسانا وعمرانا وحيوانا. فأن تجمع بين عبودية الخالق ومصلحة المخلوق، هذا أكبر المراد على الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ثم بعد ذلك يأتي موضوع القصد والنية. والقصد والنية هو عمل قلبي باطني، هو مراد له سبحانه وتعالى من جهة صفاء السريرة وإخلاص القصد لتحقيق العبودية ولصحة العمل. يأتي بعد ذلك العمل الذي هو الأداء وفق القصد الخالص بناء على عبودية الله انطلاقا من مصلحة المخلوق. ثم الإرادة التي هي من النية، والإرادة تعبير رشيق ودقيق قانوني وشرعي يعطي إضافة اصطلاحية على مستوى تحرير العزيمة من الداخل الفردية والجماعية لإحداث الإصلاح والمصلحة وبناء العبودية وما إلى ذلك. هذا المستوى الأعلى هو انطلاق مسيرة المقاصد في حراك الإنسان. هنا يدخل الإنسان في مسار المقاصد وفي مسار التشريع وفي مسار القيم.
ولذلك تحدث الإمام الشاطبي عن المقصدين اثنين ضمن مقاصد الشريعة، عن مقصد الشارع ومقصد المكلف. مقصد الشارع غايته التشريع ومراده سبحانه وتعالى كما ذكرنا. ما مقاصد المكلف؟ ونحن نعلم أن المكلف معني بالخطاب وبالتكليف وأمر ونهي، كيف يكون له مقصد والمقاصد تنسب إلى الخالق سبحانه؟ قال الشاطبي وغيره بأن مقاصد المكلف تطلق على ثلاثة أمور: أمر أول هو قصده القلبي، أمر ثاني صحة عمله، أمر ثالث هو ملكته الغائية المقاصدية التي تلتفت إلى مقاصد الشارع في النية وفي العمل وفي جميع مسار حياته، بناء على أن أكبر مقصد آخر هو الإيمان بيوم القيامة والتطلع إلى الفردوس، والفردوس وسط الجنة وأعلاها وأحسنها، ولذلك تعد المقاصد موصولة بالفردوس من جهة الوسط والأعلى والحسن، وهذا كله خيط ناظم للمقاصد في إيماننا بالله سبحانه وتعالى وتطلعنا إلى الفردوس. ولذلك من لم يكن مقاصديا فلا يدخل علينا، كما قال ديكارت أظن فيه: من لم يكن هندسيا. والمقاصد والهندسة والاقتصاد روابط في منتهى الدقة والروعة والإتقان والإبداع. هذا تدرج إجمالي لحركة مفهوم المقاصد انطلاقا من فهم أولي يباشر العلل والحكم الجزئية نوطا بأحكامها الجزئية، وهذا عادة أغلب أو أغلب المتفقهة الذين يعتنون بالحكم الجزئي وبمقصده الجزئي، وهي حالة أكثر المسلمين لأنهم لا يعتنون بما وراء هذه المراتب في الفهوم من الكليات والمعاني والأجناس العالية والروابط في ذلك، وإنما يكتفي فقط بالحكم وحكمته جزئيا وفرعيا. ونحن نؤسس لفهم يتدرج بهذا النحو وبما يلحقه من الاستدراك والتطوير والتحسين. أما المحور الثاني، في المحور الأول استخلاصات سريعة: المفهوم المقاصد من الفهم الجزئي إلى المفهوم الكلي، من الفهم الجزئي إلى المفهوم الكلي. مثلا عندما نتحدث عن الوسيلة والوسائلية، فالوسيلة هي وسيلة جزئية كالتيمم بالنسبة إلى الصلاة، أو العقد بالنسبة إلى استحلال البيعة، أو الرابطة الزوجية. هذه وسائل جزئية تتعلق بأفعال جزئية كبيع وطهارة وحج وعمرة، ولكن الوسائلية مفهوم كلي يشمل كل الوسائل الجزئية. فالاعتناء بالوسائلية مفهوما كليا لا بد منه مع الوسائل الجزئية. ونحن نتحدث مثلا عن انتهى الوقت الجزء الأول. الجزء الثاني والله هذا إخلال بشرط، والمسلمون عند شروطهم، وأنا بنيت هذه المداخلة. أنا أعطي وقتي للشيخ الأستاذ وجزاكم الله خير، وهذا من الإحسان، وربنا يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا عمل الدكتور بأن يأخذ وقته كاملا مع إحساني فهذا جمع بين عدل وإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وجاركم الدكتور في تركيا والأردن ما شاء الله. أنا شيخ إخواننا اللي بيستمع على الأصوليين الله يبارك فيهم، يعني يطرد للمبنى والمعنى في الحديث، لكن حقيقة الوقت يحكمنا، ونريد أن نتيح فرصة للإخوان الحضور. أعطيه خمس دقائق. يعني إحنا ماشي الحال، كرم معالي الأستاذ. طيب. جزاه الله خير وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله ربنا يفتح عليك. بس الموضوع على أهميته وحساسيته، أنا دائما بقول يعني علم الوصول أنا الأوان أن تفتح أبوابه وأن تفتح معاني للناس، لأنه إحنا بأمس الحاجة في ظروفنا الحالية إلى موضوع المقاصد الكلية والجزئية. طيب جزاكم الله خير. طيب في خمس دقائق ولا أتجاوز إن شاء الله. الدوائر، المحور الثاني دوائر التوصيل. المقاصد تتشابك مع نصوصها، لغتها، أحكامها، مجامعها المصلحية، روابطها السياقية والإنسانية. الله يسلمك. هذا عكفت عليه يوم السبت لأني متعب في السفر، وقلت التقايد بالمتن أحسن من التقايد بهوامشه وحواشيه.
والحمد لله. إذن النصوص واللغة والأحكام معروفة، ما هي المجامع المصلحية للمقاصد؟ المجامع المصلحية هي مستويات المصالح من حيث جمعها وتزاحمها والترجيح بينها وغير ذلك مما يمثل معنى مقاصديا مصلحيا، لابد فيه من الاستناد إلى قواعد ومنهج وأدوات وتجديد وما إلى ذلك من أجل أن نحقق هذه المقاصد في حركيتها وفي ثوابتها. أما الروابط السياقية والإنسانية فهي اتصال المقاصد بغير النص واللغة والأحكام، وهو ما يشمل ارتباط المقاصد بعلم الاجتماع مثلا، بعلم السياسة، بالعلاقات الدولية، بالبيئة العامة، بالقضايا اللاحقة إلى آخره. هذا سأذكره في المحور الثالث. في خمسة دوائر: الدائرة الأولى الأحكام بمقاصدها ونصوصها، الدائرة الثانية الأمور بمقاصدها، في الدائرة الأولى الحديث عن الأحكام، وفي الدائرة الثانية الحديث عن الأفعال. وكلا الأمرين الأحكام والأفعال ارتبطت بالمقاصد من خلال ما تكلم به العلماء في القواعد الفقهية والمقاصد، حيث قالوا في الأمر الأول الأحكام بمقاصدها ونصوصها، وقالوا الثاني الأمور بمقاصدها أي الأفعال الإنسانية بمقاصدها. فالأفعال الإنسانية والأحكام الشرعية تتأسس على المقاصد بمنهج جمعي تأليفي إلى آخره. الدائرة الثالثة ما يمكن أن أصرح عليه، وهذا من آثار الثورة التونسية، عندما ابتلينا بالثورة وابتلينا بالدولة وابتلينا بالمجتمع، تطورنا في المقاصد وفي الأصول وفي التفسير وفي أمور أخرى تطورات عجيبة جدا بالمستوى الذي عليه التطورات في 20-30 سنة في الوضع الراكد اللي ما فيش ثورات وما فيش تدافع وما فيش انفلات. الأمر الدائرة الرابعة المقصد الدائرة الثالثة الحكم المنزل والمنجز. يعني عندنا في الشريعة كلمتان خفيفتان، الكلمة الأولى أن الشريعة منزل وهي منجز، وهذا يحتاج إلى بيانات دقيقة لا يمكن عرضها في هذا الوقت. أيضا في المقاصد هناك المقاصد المنزلة والمقاصد المنجزة، ما يمكن أن نعبر عنه بأن المصلحة باعتبارها مرادا لله هي تنزيل ووحي ونظر، لغة وشرع وحكم، ولكن المصالح باعتبارها أداء تنزيليا وتحقيقا بشريا مؤسسيا بمجالات ذلك ومستويات ذلك، هذا كله يتوقف على الإنجاز البشري في تحقيق المصلحة النظرية كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاكتفاء بعبارة جلب المصالح بإطلاق هكذا، هذا كلام ابتدائي مهم صحيح في الناحية العلمية، ولكنه لا يرتقي إلى ما يمكن أن نعتبره أو أن نصطلح عليه بتأثيث المصلحة وبيان مكوناتها ووصفاتها ومداخلها وملاحظاتها وموانعها، وهذا يتحدد بناء على المسيرة الاجتهادية وعلى إنجاز البشر وعلى أعمال البرلمانات والحكومات وما إلى ذلك. أما التوصيل بما يلزم، وهذا المحور الرابع المحور الأخير، التوصيل بما يلزم مثل ما قلت، التوصيل بما يمكن أن نسميه بتقصيد، التقصيد العام في خمس مربعات: المربع الأول تقصيد الوعي، المربع الثاني تقصيد الدرس، المربع الثالث تقصيد الإعلام، المربع الخامس تقصيد المرجعيات، المربع الخامس تقصيد المنتج الإنسان. وكل مربع من هذه المربعات له بياناته ومعالمه وأدواته. مثلا مثال عام جدا تقصيد الدرس، مثال بسيط المقاصد لأبواب الفقه، أن نعيد كتابة الفقه بحسب المقاصد، يعني باب الطهارة مقاصد الطهارة كذا إلى آخره، وقس على ذلك تقصيد الفنون، تقصيد العالم الافتراضي، تقصيد السنة، تقصيد الأصول، تقصيد طيب نمشي آخر مثلا تقصيد الخامس الرابع تقصيد المرجعية، المرجعية الدستورية والمرجعية الدولية ضمن المرجعية الإسلامية. ونحن اليوم مبتلون بثلاث مرجعيات في بلاد التي شهدت ثورات، خاصة عن المرجعية الإسلامية وهي على الرأس وهي مقدسة ومباركة ونتعبد الله بها، وهناك المرجعية الدستورية الوطنية، وهناك المرجعية الدولية الكونية. أن نولف بين هذه المرجعيات الثلاث هذه خلطة راقية وحكمة بالغة. أخيرا أقول مثال بسيط تطبيقي على ما ذكرت، اختبار أنموذج جدل الحريات الفردية والمساواة التامة كما هو مشروع مقدم في بلدي وهو موضع جدلنا الآن مجتمعي وسياسي وقانوني، ذكرنا فيه مقاربات كثيرة في خمس نقاط أساسية: الحريات الفردية والعامة،
أي أن الحريات الفردية توزن بالحريات العامة وفق ما جاء في دستور تونس وفي مبدأ القانون الحقوق. اثنين، المساواة مرتبطة بالعدل، لا نتحدث عن مساواة تامة تقنية شكلية، نتحدث عن مساواة عادلة وليس مساواة مماثلة. ثلاثة، المخالفة الصريحة للدين والدستور والأعراف كالقطعيات الدينية والمقتضيات الدستور والمرجعية. رابعا، التأطير المقاصدي لهذا الجدل، المقاصد بنصوصها ووسائلها ومجامعها وسياقاتها، وكذلك إرادة الخالق ومصلحة المخلوق والأسرة والزوجية، مقاصدية القوامة والنفق والمهر والنسب، إمكانية الإصلاح من الداخل، أقصد من الداخل داخل النص، داخل الهوية، داخل الدستور، داخل الدولة، داخل الوطن إلى آخره. خامسا وأخيرا، توصيل تقصيد الجدل بالهوية والسيادة والدستور وعلم الاجتماع والنفس ومواساه التخصص للأولويات الوطنية والقضايا الجوارية للأوطان واستبعاد الأطروحات في الفئوية والأيديولوجية والسياسوية. في الختام، وعلى الله قصد السبيل، ندوتنا ببلوغ مقاصدها وتكامل مداخلاتها. جاء في الحديث الشريف: القصد القصد تبلغه. شكرا على المتابعة، عفوا على المجاوزة، نسعد بالمناقشة، حفظ الله الجميع، السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير شيخ أستاذنا الكريم نورتي الخادم على التمتع. كلامك على أريد أن أعلق، ولكن كسبا للوقت، المتحدث الثاني معالي أخي الدكتور محمد أورماز رئيس الشؤون الدينية السابق في تركيا، يحمل دكتوراه في الحديث النبوي الشريف، يتحدث عن المقاصد الشرعية ووحدة الأمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي رئيس الجلسة، أساتذة الكرام، علماء الأجلاء، يشرفني أن أستهل كلمتي هذه بتوجيه بالغ الشكر والتقدير لمنظمي المؤتمر، داعيا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لرفع راية ديننا الحنيف وخدمة الإسلام والمسلمين. وأنا في الحقيقة أيضا كتبت بحث لا يسع لي أن أقدم أقل من نصف ساعة، وسيدي رئيس الجلسة أعطاني 10 دقائق وأنا أعطيته نصفه إلى معالي الوزير. وأيضا بعد هذه الكلمات الكافية والشافية، كيف ألخص بخمس دقائق؟ لي 5 دقائق؟ لا، لك زيادة، لك زيادة. في الحقيقة أود أن أركز على مفهوم فقه الأصول، وبهذا الطريق نصل إلى علم المقاصد. إن الأصول والفقه هما مفهومان جوهريان بالنسبة للعلوم الإسلامية كلها، حيث ابتكر العلماء المسلمون فناً لم يعهد تاريخ العلوم بمثله، مضيفين كلمة الأصول إلى الفقه، وضبطوا في بطون مؤلفاتهم القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام العملية الشرعية في غاية الدقة والتمحيص، مما أنتج تراثاً علمياً ذاخراً بالعطاء، وفتح لنا آفاقاً فكرية رحبة. وكان غرضهم من ذلك تحديد منهاج موحد يراعون به في استنباط الأحكام من النصوص، ويحتكمون إليه عند الاختلاف لكي نصل إلى الوحدة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر هؤلاء الأجلاء بالفضل والاحترام على ما بذلوا من مساعيهم المشكورة، ونهوضهم بما عليهم من مهام وأدائهم وراثة الأنبياء خير أداء. ومع ذلك أيها العلماء الأفاضل، أنتهزوا حضوري اليوم معكم في هذا المؤتمر لألفت انتباهكم إلى تركيبة أخرى لكلمتي الأصول والفقه، ألا وهي فقه الأصول. وليس غرضي في ذلك الإسهام في قلب المفاهيم الإسلامية الأصلية رأساً على عقب وتفريغها من مضامينها. الأمر الذي نتذمر منه جميعاً
كما أنني لا أتحدث عن فقه الأصول كبديل عن أصول الفقه، ولا أقصد على الإطلاق التشكيك بعلم أصول الفقه أو بمصداقيته في فهم النصوص الدينية، فإنما أرمي من خلال طرح مفهوم فقه الأصول إلى التأكيد على خطورة بذل المزيد من الجهود لفقه الثوابت الدينية ولفقه المقاصد، أي علينا أن نهتم بفقه الأصول أو الثوابت الدينية بقدر اهتمامنا بأصول الفقه التي تبين لنا كيفية استنباط الأحكام من مصادرها الأصلية، فهناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه وفقه الأصول، بحيث لا تجدي قواعد الاستنباط نفعاً إذا ما قصرنا في فهم وتحديد الثوابت الدينية والكليات الشرعية. أصحاب الفضيلة، عندما نتحدث عن فقه الثوابت لا ينبغي أن نحصر أنفسنا بشرح القاعدة الفقهية القائلة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمة، بل إن الثوابت هي نافذة عريضة نطل من خلالها كمسلمين على مناحي الحياة النابضة بالتغير والتحول، إذ تمثل الثوابت رؤية شاملة للإسلام، وبالتالي فإن فقه الثوابت ليس عبارة عن موضوع فقهي ضيق النطاق فحسب، بل إنه يتجاوزه إلى حدود أبعد وأوسع من ذلك. ومن هذا المنطلق يجب على المسلمين اليوم أن يأخذوا الظروف الداخلية التي يعيشونها والظروف الخارجية التي تحيط بهم بعين الاعتبار، وأن يفكروا مجدداً حول الثوابت الدينية وتطوير الطرق والأساليب لوضع هذه الثوابت في بؤرة الواقع المعاش المتغير. إن الإمام الشاطبي كعالم امتاز بحرصه على استعمال المفاهيم بشكل صحيح استخدم كلمة الأصول وعنى بها ما نسعى إلى استعراضه بكلمة الثوابت، حيث قال إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. ويوضح عبد الله دراس محقق كتاب الموافقات كلام الشاطبي كما يلي: تطلق الأصول على الكليات المنصوصة في الكتاب والسنة كلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما جعل عليكم من في الدين من حرج، إنما الأعمال بالنيات، من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، وهكذا. وهذه تسمى أدلة أيضا. وبناء على ذلك فإن القيم الإنسانية، كل هذه مقدمة إلى مهمة المقاصد لوحدة الأمة، وبناء على ذلك فإن القيم الإنسانية بالإضافة إلى المبادئ، فإن القيم الإنسانية بالإضافة إلى المبادئ أو الأسس الاعتقادية والعبادية والأخلاقية تعتبر من جملة الثوابت من الناحية الدينية. فلا نستطيع مثلا أن نضع خارج نطاق تفكيرنا الثابتة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فعلى كل اتجاه فكري أو مذهب ديني عنا بالإنسان أن يأخذ كرامته بعين الاعتبار، كما يجب على الفقهاء الذين يعملون على سبر أغوار النصوص واستنباط الأحكام منها أن يدعوا كرامة الإنسان نصب أعينهم كثابتة إسلامية. فما أمس حاجتنا إليها
في عصر نشهد فيه يوميا دماء تسفك وحرمات تنتهك وحقوقا تغتصب في مختلف بقاع البلاد الإسلامية، فإن الحفاظ على كرامة الإنسان ثابتة فقهية وعالمية على حد سواء، والحق يقال إن قصر الفقه على علم الفقه هو عدم الفقه لمعنى الفقه. وهناك ثابتة عالمية أخرى نستمدها من قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهي ليست مبدأ من مبادئ التشريع الجناني يتمثل في المسؤولية الشخصية فقط، بل إنها ثابتة يجب على كل مسلم أن يجعلها أساسا في حياته، في حياته الاجتماعية أيضا. فإن قضية الثوابت ليس إلا قضية الهوية التي تشمل مقومات الشخصية الإسلامية من عقيدة وشريعة وأخلاق. أيها الإخوة الأكارم، إن إرجاع الثوابت إلى السكون والجمود والركود والخمول انطلاقا من معناها اللغوي خطأ فادح وجهل فاضح، حيث ينبغي أن لا يفوتنا أن الثوابت مشتقة من الثبوت والثبات، أي إن المبادئ التي تبنيناها كثوابت لها ثبوت من حيث المصدر، لأنها نبعت من عينها الصافي ووردت إلينا كما هي. ومن جهة أخرى، إن هذه المبادئ تتسم بالثبات ضد كافة التأثيرات الخارجية الهدامة والمفسدة، كما أنها قادرة على تحويل هذه التأثيرات السلبية إلى تأثيرات إيجابية. والثوابت ليس مفهوماً دفاعياً سلبياً يقف حائلاً ضد التآكل والفساد الذي قد ينتاب العقيدة فقط، بل هي وسيلة مرشحة لتصحيح الاتجاهات الخاطئة أيضاً. هذا وقد ضرب الباري عز وجل في سورة إبراهيم مثالاً بديعاً للإنتاجية الناجمة عن الثبات. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض، إلى آخر الآية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويتضح من الآية الكريمة بجلاء إن الله عز وجل شبه الإسلام والمسلم بشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفروعها مزدهرة وممتدة نحو السماء تؤتي ثمارها باستمرار، كما شبه الكفر بشجرة خبيثة لا ثبات لجذورها ولا فائدة لها فضلا عن ضررها. وفي الآية الأخيرة جاء تأكيد في غاية الأهمية بالنسبة لما نحن فيه، حيث قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذ بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن قوله الثابت هو العامل الحقيقي الذي يمنح للمؤمنين ثباتا يعود عليهم بالخير في دنياهم وعقباهم. وأريد أن أختم كلمتي. يمكن فهم العلاقة بين الثابت والمتغير من خلال استعارة الطريق التي استخدمت في القرآن الكريم في كثير من المواضع في معرض بيان حقيقة الهداية الإلهية، مستندا على أفكار محمد إقبال الباكستاني. يقول: فإن الإسلام في التصوير القرآني هو الصراط المستقيم والطريق الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنية، وحياته التي نتأسى بها سيرة نبوية، والاتجاه الذي يسلكه المسلمون شريعة إلهية. فإن كل هذه الكلمات كما لا يخفى عليكم تدور حول كلمة مفهوم الطريق،
كما أن السبيل والمنهاج والعقبة والهجرة والضلالة والهداية والإسراء والمعراج هي مفاهيم ذات صلة وثيقة بمفهوم الطريق والسفر والحركة. وإذا عرفنا الإسلام باختصار بأنه البقاء على الصراط المستقيم، نكون قد عرفناه بغاية الشمول والإحاطة. فالمسافر الذي يثبت قدميه على الطريق الذي يسلكه يشاهد أثناء رحلته أماكن متعددة ومناظر مختلفة وآفاقا جديدة. فالطريق لا تجافي المعالم الطبيعية للأرض من جبال وسهول وبحار بفضل مرونتها، يمر بشواهقها الجبال الوعرة تارة وبقيعان الأودية تارة أخرى ليؤدي مسافريه إلى غايتهم القصوى، غير أن الطريق الذي يسلكه يبقى على ما كان عليه دون تغيير ما لم ينحرف عنه، وهو يتجنب الخوض في الطرق الجانبية ولا يصغي لمن يود إغواءه. إن الإسلام يتكون من مجموعة من المبادئ والمثل العليا التي خرجت إلى حيز الوجود واكتملت بالتدريج مع نزول الوحي لمناسبات إنسانية متغيرة ومتطورة. فالحياة في الفكر الإسلامي ليست راكدة وجامدة، بل هي ظاهرة حية ومفعمة بالحركة المستمرة. والإسلام كما أسلفنا طريق، سبيل، صراط وشريعة، وليس محطة أو منزلة من منازل الطريق، لأن المحطات والمنازل عرضة للتغيير باستمرار، في حين أن حدود الطريق أي حدود الله ومعالمه أي الآيات القرآنية والكونية، واتجاهه أي الجهاد والاجتهاد، والهدف المقصود منه أي التوحيد والعدالة والأخلاق، ليست عرضة لأي تغيير. وبالتالي فإن التوقف في أي محطة أو منزلة والانشغال بها ضلالة في حد ذاته ونوع من أنواع الضياع والانحراف عن الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور محمد قرماز. كسبا للوقت أيضا نسرع إلى المتحدث الثالث، وهو الأخ الدكتور عمر الفاروق قرماز، المستشار الأول لرئيس الوزراء التركي، أستاذ مقارنة الأديان، يتحدث عن دور المقاصد الشرعية في ترسيخ التعايش السلمي. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا أشكر على الإخوة الذين نظموا هذا المؤتمر العظيم، وأشكرهم أيضا أنهم شكلوا لنا هذه العبارة لأنهم يعقدون هذا المؤتمر في بلد عجمي. شكرا لكم جميعا. أما بالنسبة للموضوع دور المقاصد الشرعية في ترسيخ التعايش السلمي، نعم موضوع مهم وحساس جدا. أنا لست بصدد أن أدخل في تفاصيل مقاصد الشريعة وما حوله كما تكلم أستاذنا بالتفصيل وأساتذتنا بالتفصيل، لأنهم فرسان في هذا المجال، هم متخصصون في هذا المجال. لكن أنا سأتطرق إلى بعض الأشياء قد يفيد أو قد أحرك ماء الراكد عند العلماء والمشايخ. نعم، مقاصد الشريعة مسألة مهمة، لكن هل فعلاً بعد هذا المؤتمر أو الذين يدرسون أو يدرسون مقاصد الشريعة يصنعون شيئاً في المجتمعات الإسلامية مسؤولية اجتماعية من خلال مقاصد الشريعة؟ لابد أن نسأل هذا السؤال. ثانياً، لابد أن نذكر بالخير كل مؤسسين الذين بدأوا بهذا المشوار في الأخير، مثل إمام الجويني، إز بن عبد السلام، إمام عجل الشاطبي، والقرافي، وطاهر بن عاشور، وما إلى ذلك، كلهم ندعو لهم بالرحمة. وإذا نشكر طبعا الأساتذة الذين ما زالوا يساهمون في هذا المجال. آه
عندما نتكلم عن المقاصد لابد أن نركز على الأكثر على القيمة العدالة، قيمة العدالة والحرية. لكن هناك إشكالية حقيقية فيما أراه أنا، أن المصطلحات القديمة في كتبنا التراثية ننقله إلى وقت الراهن وتصلح تحدث فيها مشاكل أو تصادم بين الجيل الجديد الذين لا يدرسون هذه التخصصات والذين يدرسون هذه التخصصات. بمعنى آخر، مصادر المعرفة في جامعاتنا بشكل عام، في جامعاتنا غير الجامعات الإسلامية، غير الأزهر وكليات الدراسات الإسلامية في كل مكان، مصادر المعرفة ليس هو الإسلام ولا القرآن ولا السنة ولا مقاصد الشريعة ولا أصول الفقه. وهذه الجامعات وهذه الكليات تشكل الأكثرية في بلادنا. لكن إذا سألت الشباب الذين يدرسون في هذه الجامعات قد يقول لك مرجعيتنا الأساسية القرآن والسنة، لكن هو بعيد عن هذه التجربة، بعيد عن هذه المعلومات أو عن هذه العلوم. إذا كيف نستطيع أن نوصل مقاصد المقاصد لهؤلاء الشباب من خلال العلوم الاجتماعية، من خلال العلوم الذين هم يدرسون؟ هذا هو المقصد أظن لهذا المؤتمر. طبعا التنظير مهم جدا، أن نناقش التفاصيل ونراجع التفاصيل المقاصد عن أصول الفقه والتاريخ والتجربة التاريخ، هذا كله مهم، تاريخ العلوم الإسلامية وما إلى ذلك. لكن الآن لدينا مشكلة حقيقية، أن لدينا عدد كبير من الشباب أو جيل الجديد يدرسون في جامعات العلوم الإنسانية والعلوم العصرية ولا يعرفون شيئا عما نحن نتحدث فيها. فمن سيكتب لنا علوم الاجتماعية أو علوم الإنسانية من جديد بمنظور المقاصد؟ إذا لم نؤدي هذا الواجب نحن سنبقى في دائرة ضيقة، والجيل الجديد سوف ينحرف بل يلحد من خلال العلوم الاجتماعية الذين يدرسونها في الجامعات. بالنسبة للفتاوى الموجودة في كتبنا التراثية كلها صدرت أو أنتجت في فضاء معين، في حوزة معينة، حوزة ثقافية معينة. الآن كيف أنقل هذه الفتاوى التاريخية من خلال التجربة التاريخية إلى مدينة إسطنبول، المدينة كبيرة جدا، قد يكون هذا الفتوى خرج في قرية صغيرة. وكلنا نتكلم، إمام الشافعي له رأيين، فتوى القديمة وفتوى حديثة بعد أن ذهب إلى القاهرة. طيب السؤال يطرح نفسه، بعد أن ذهب مذهب الشافعي إلى ماليزيا إلى أندونيسيا، هل تغير الفتوى أيضا؟ هذا سؤال مهم، يعني لا يمكن أن يتغير، لأن الإمام قد توفي الآن يعني. لذلك نحتاج إلى مراجعة هذا الموضوع. باختصار أنهي بهذا الكلام. تعرفون الرصد، ماذا يسمى مركز الرصد؟ رصد نحن نسميه رصد خالد. إذا كنا ما زلنا نتشنج ونتمسك برصد مرصد القديم في مقابل المراصد المعاصرة، رؤيتنا ستكون قاصرة. إذا كنا نصر إلى الآن أننا سوف نحارب ونقاتل بالمدفعية القديمة العثمانية، سوف نضرب بصواريخ العدو. لابد أن نغير نحن نسميه منزل أو هدف أو إمكانية المدافع المعاصرة، وإلا سوف نعاني كثيرا. بهذا أنا أنهي، في كلام كثير أنا لم أكتب بحثي، لكن إن شاء الله سوف أقدمه مكتوبا فيما بعد، لأنني أبو الكلام لست أبو الكتابة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا أستاذ محمد. يعني حقيقة أثار الدكتور مجموعة من القضايا والأفكار اللي آمل إن شاء الله من الإخوان الحضور أن يجيبوا على بعض أسئلتها أو يحاوروا فيها. المتحدث الأخير أستاذ كبير،
في السياسة وفي العلم على حد سواء وفي الأخلاق. استمع له كثير منا بتحليلاته وآرائه ورؤاه السياسية، وهو من أقدر من سمعت لهم في التحليل هو الأستاذ سيف الدين عبد الفتاح، هو من مصر، يتحدث عن المدخل المقاصدي والاستراتيجيات. تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الواقع هذه الندوة التي تتعلق بالرؤية المقاصدية لها قسمين، قسم يتعلق بالرؤية المقاصدية وجزء آخر يتعلق بنهضة الأمة. ومن ثم فإن الوسط ما بين تلك الرؤية المقاصدية ونهضة الأمة أمر غاية في الأهمية في هذا المقام، وهو ما سأحاول أن أتحدث فيه بالنسبة لهذا الموضوع المهم. الأمر الأول الذي أود أن أتحدث عنه في هذا الإطار هو أن أبني على الثلاث محاضرات المهمة التي قيلت قبلي، وأنا في هذا أمثل الخاتمة لهذه المقدمات الثلاث وهذه المحاضرات الثلاث. وهنا أؤكد على الفكرة التي تتعلق بضرورة بناء ما يمكن تسميته بأصول الفقه الحضاري، ذلك أن أصول الفقه الحضاري هو أمر يمكن أن يدلف بنا إلى مسألة النهوض من أوسع باب في هذا الإطار، والحضارة حضور. ذلك حينما نقول أن الحضارة حضور فإنها لا تعني المغيب وتعني الشهود. الأمر المهم في هذا الإطار في تلك الرباعية هي تتعلق بإدراك نظر حضاري، إدراك حضاري، استيعاب حضاري، سلوك حضاري. وهذا هو النموذج الذي يتعلق بالمقاصد، ولكنني لست في سعة لأوضح الإطار المفاهيمي والمسألة، ولكني سأوضح ذلك في ثلاثة أمور تتعلق بالمقاصد. الاجتهاد في المقاصد، وأنا مش يعني لست في هذه القيمة الذي يمكن أن أقوم بهذا الدور، والاجتهاد للمقاصد والاجتهاد بالمقاصد. فأما الاجتهاد للمقاصد والاجتهاد بالمقاصد فذلك توظيف وتشغيل وتفعيل للمسألة المقاصدية ورؤية المقاصدية في هذا المقام. إن الرؤية الاستراتيجية لا بد أن تتسم بخمسة أصول مهمة في هذا الإطار: المنظومية، المنهجية، الحركية، العمليات، الحركة والدينامية، والشبكية. هذه المسائل الاستراتيجية تدلنا على سبعة مهمة في هذا المقام. أنا بسميها السباعية، وهي منظومة فكرية مستفادة من المقاصد الشرعية من أجل بناء منهج للتفكر والنظر وللبحث والدراسة وللأداء والتعامل في كافة مناحي الحياة الفردية والاجتماعية بل والدولية. وهنا في سباعية القيم في هذا الإطار في أصول الحضاري عقيدة دافعة وشرعة رافعة وقيم حاكمة وأمة جامعة وحضارة فاعلة وسنن قاضية ومقاصد حافظة. هذه السباعية من الأهمية بمكان، وهي تستقى من الرؤية الكلية العامة للمقاصد في هذا الإطار.
رباعية ابن القيم واللي طبعا أشار إليها سيادنا لما وهم بيفتتحوا حكمة كلها رحمة كلها عدل كلها مصلحة كلها. الحكمة في المعرفة والرحمة في البناء السلوكي والعدل في البناء القيم والمصلحة في الرؤية المقاصدية والبناء المقاصدي. إذن في تحديات جوهرية بتواجهنا ممكن نبني استراتيجيات لبناء المفاهيم واستراتيجيات تربوية واستراتيجيات معلوماتية واستراتيجيات تتعلق بالفتاوى خاصة فتاوى الأمة من خلال المقاصد. ممكن نحدد أنماط التفكير وبناء التفكير الاستراتيجي في إطار التنظيم المقاصدي ورؤية الأصول والمرجعية ورؤية التراث والفكر وموضع كل هذا في هذه الأمور وتصنيف العلوم. الاستراتيجيات التي تتعلق بكل هذا، أنا عاوز أقول لكم مثلا نظرية وظائف الدولة دي، احنا عمالين نقول نظريه الوظيفه التوزيعيه والوظيفه، طيب انا عاوز اقول ان الخماسيه المقاصديه تشكل وظائفا للدوله اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الناس. يبقى الخماسيه دي وظائف الدوله، الخماسيه دي نظريه في حقوق الانسان، الخماسيه دي نظريه في السياسات العامه للدولة. النظرية دي ممكن أن نقف بها موقف في مواجهة العلمنة والعولمة والمسألة التي تتعلق ببناء فكرة العالمية الإسلامية والاستخلاف. أشكر الإخوة المنتدين على ما قدموا لنا من معارف ومفاهيم ومصطلحات، شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.